بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة العلمية المحترمون، الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة التنظيمية المحترمون، الأخوة رئيس وأعضاء الجلسة العلمية الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته ومكانته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أعرف عن نفسي، أنا أخوكم الدكتور هاني سالمين بلعفير، أستاذ مشارك بقسم إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية جامعة حضرموت اليمن، رئيس قسم إدارة أعمال بكلية العلوم الإدارية جامعة حضرموت سابقا، نائب عميد كلية التعليم المفتوح جامعة حضرموت سابقا. عنوان بحثنا طبعا هو آليات استخدام الترويج الفعلية خلال مهرجان البلدة السياحي في تنشيط قطاع المطاعم السياحية في مدينة المكلا. طبعا مقدمة بحث، طبعا موضوعنا يتطرق إلى مهرجان البلدة السياحي. مهرجان البلدة السياحي هو مهرجان يقام في مدينة المكلا. مدينة المكلا هي عاصمة محافظة حضرموت باليمن. عاصمة حضرموت تشكل ثلث مساحة اليمن. وطبعا حضرموت لها منطقة حضارية لها تاريخ قديم وتقع في شرق طبعا اليمن. المهرجان هذا مهرجان البلدة يعني يتم إقامته من 15 إلى 28 يوليو من كل عام. طبعا لمده 13 يوما. طبعا عندنا في حضرموت الحضارمه اللي هم سكان شرق اليمن يقال لهم الحضارمه، يقيمون كل عام مهرجان البلده في هذا التوقيت. ليش؟ لانهم عندهم توقيت سنوي خاص، عندهم تقويم سنوي خاص يعتمد على النجوم وليس على الاشهر، بحيث يقسموا السنه الى 26 نجم يسمونها نجم، كل نجم 13 يوما. طبعا البلدة هو نجم، وهذا النجم يأتي مع نهاية فصل الصيف وبداية اللي هو الخريف، فصل الخريف. تكون المكلا حينها درجة حرارة عالية جدا فيها، ودرجة الرطوبة شديدة جدا جدا، وتكون الحياة لا تطاق. سبحان الله، في أول يوم من ظهور نجم البلدة تتحول المدينة وكأنك في فصل الشتاء إلى منطقة باردة، يتحول الماء البحر إلى بارد جدا، نسائم البحر العليلة من كل مكان، فتصبح مدينة المكلا مدينة أخرى. فيأتي سكان محافظة حضرموت من كل حضرموت، يأتي كثير من يأتون كثير من سكان اليمن لحضور هذا الفعالية والاستمتاع بهذا الجو الجميل الموجود في حضرموت. كذلك يأتون ناس من الخليج، وبالتحديد المغتربين اليمنيين، مثل ما هو معروف المغتربين اليمنيين كثر في السعودية، وخاصة أن هذا المهرجان يصادف بداية الإجازة الصيفية وعودة هؤلاء المهاجرين إلى اليمن. لذلك تصبح مدينة المكلا خلال هذا المهرجان مدينة منتعشة بشكل كبير، لا تجد غرفة يعني شاغلة في الفنادق بسبب كثرة طبعا وازدحام الناس في هذه المدينة خلال هذه 13 يوما. لذلك تقام خلال هذا المهرجان تقام فعاليات طبعا كثيرة، رياضية، فنية، اجتماعية، ثقافية، أسواق شعبية، مسابقات بحرية، مسابقات في الشعر، يعني فعاليات كثيرة جدا. طبعا هذا المهرجان يقام من فترات زمنية طويلة، إلا أنه تم يعني إيجاد مهرجان يعني كبير في هذه المدينة اعتبارا من 2004، حيث قامت السلطة المحلية بحضرموت من حينها طبعا بإقامة مهرجان كبير. لكن للأسف الشديد هذا المهرجان يعطى حقه يعني من حيث الفعاليات، لكن من حيث الترويج لا يوجد ترويج كبير، لا على مستوى اليمن ولا على مستوى حتى الجزيرة العربية ولا على مستوى الوطن العربي ولا حتى على مستوى العالم. طبعا نحن قمنا باقتراح مجموعة آليات من أجل الترويج بفاعلية المهرجان البلدة. طبعا نحن سنعطي في بعض الاختصارات، ومن أراد يستوضح أكثر عنده الورقة العلمية يستطيع يعني أن يأخذها ويطلع عليها. واحد، من أجل القيام باستخدام الترويج بفاعلية خلال مهرجان البلدة السياحي في تنشيط قطاع المطاعم السياحية في مدينة المكلا، قام الباحثون بإيجاد مجموعة من الآليات الفاعلة التي يجب على الحكومة وعلى القائمين على المطاعم السياحيه بمحافظه حضرموت ان ياخذوا بها. منها وهو شيء اساسي، تصميم قاعده بيانات مشتركه بالتعاون مع مجلس الترويج السياحي باليمن، تضم قاعده بيانات البريد الالكتروني لكل سائح يزور اليمن، عشان بعد ذلك تتواصل معهم عبر بريداتهم الالكترونيه، خاصه ان في دراسات اجريت
تبين ان البريد الالكتروني فعال في عمليه طبعا الترويج لقطاع السياحه. ايضا الاعداد الجيد وتعريف مهرجان البلده بشكل جيد مع تضميم العروض المتعلقه بمهرجان البلده، صور وفيديوهات للمطاعم السياحيه في مدينه مكلا. نحن الان يطلع في التلفزيون او في اي من وسائل الترويج او في وسائل الاعلام كثير ياتوا بمناظر كثيره عن مكلا، لكن المطاعم السياحيه ما تظهر فيها. فمطلوب من القائمين على السياحه باليمن وعلى المطاعم السياحيه اعداد ماده ومحتوى ومن ثم عرضهم. ايضا لابد من تخصيص ميزانيه كافيه لمهرجان البلده. الميزانيه الموجوده حاليا غير كافيه، يفترض ان تقوم الدوله بايجاد ميزانيه او تتفق مع القطاع الخاص مقابل تعطيهم يعني عروض معينه بانهم يساهموا في عمليه الترويج لهذا المهرجان الكبير، وبالتحديد الترويج على مستوى اليمن بشكل كبير وعلى مستوى الجزيره العربيه وعلى مستوى الوطن العربي اقل التقدير. ضرورة استخدام جميع وسائل الترويج سواء كانت تقليدية مثل التلفزيون، الصحف، المجلات، الإذاعة، إعلانات الشوارع، البلصقات، البورتجات طبعا، أو وسائل طبعا الترويج الحديثة مثل طبعا البريد الإلكتروني، الهاتف المحمول، المواقع الإلكترونية، وأكثر شيء اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والإنستغرام، سناب شات، الواتساب وغيرها، على أن يكون المحتوى المنشور في هذه الوسائل سواء كانت تقليدية أو الإلكترونية محتوى فعال وقادر على صورة جميلة وإحداث التأثير الإيجابي في سلوك السائحين المستهدفين طبعا، سواء كانوا هؤلاء سائحين داخليين من اليمن أو خارج اليمن، على أن يتم تمويل هذا المحتوى ليصل إلى أكبر عدد من المشاهدين في الأسواق المستهدفة. أكتفي أنا بهذا القدر من العرض، وأترك الآن الحديث إلى زميلي الأستاذ فهمي مبروك مهنا ليواصل ويتحدث عن أهم نتائج وتوصيات هذه الدراسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله طه الامين. معكم اخوكم فهمي بن محنا، باحث اكاديمي وايضا مدير تنفيذي معهد العمران دراسات وبناء القدرات. اولا احب ان اشكر الدكتور هاني بالخير على ما تطرق له من ايجاز حول هذه الدراسه واعطاء مقدمة عامة عنها، كذلك استعرض نقاط القوة التي يمكن استغلالها في هذه الدراسة. أيضا أحب أن أتطرق بشكل خاص على النتائج التي ظهرت في هذه الدراسة، وكانت النتائج على النحو الآتي. أول نتيجة توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة أن المهرجانات السياحية دائما تعتبر من الأنماط الحديثة في السياحة، كونها تمثل أداة هامة في الترويج السياحي وزيادة الجذب السياحي وزيادة عناصر التشويق السياحي، فيها أداة مهمة في الجانب السياحي. فكثير من الدول لم تكن تعرف من قبل إلا من خلال المهرجانات السياحية، فكانت المهرجانات تقدم هذه الدول فأصبحت الدول مشهورة على نطاق عالمي. ايضا من اهم النتائج انها تقام في اليمن ايضا مهرجانات عديده، من اهمها مهرجان البلده السياحي في مدينه مكلا عاصمه محافظه حضرموت، والذي يقام خلال الفتره 15-28 يوليو من كل عام، وهو مهرجان يقام من فترات قديمه الا انه ظهر بهذا الشكل الكبير او الشكل الواسع في خريف 2004 من قبل السلطة المحلية التي أعطته اهتمام أكبر. أيضا من أهم النتائج أنه يقام في مهرجان البلدة السياحي في فترة الإجازة الصيفية، والتي يكون القادمين المغتربين إلى أرض اليمن في خلال هذه الفترة، والذي يعطيه زخما أكثر. فالإجازة الصيفية هذه التي خلال هذه الإجازة الصيفية يقدم الكثير من هؤلاء المغتربين ويستغلون الفرصة في الحضور لهذا المهرجان، ويحدث هناك ازدحام كبير في المدينة بسبب قدوم المغتربين والزوار الداخلين من المدن المجاورة أو المحافظات المجاورة، لكونه يقدم فعاليات كثيرة تحدث خلال هذا المهرجان.
منها الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والدينية، أيضا إقامة المعارض، أيضا انتشار الأسواق الشعبية وغيرها، مما يؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية في مدينة المكلا. أيضا من أهم النتائج التي تم التوصل لها في هذه الدراسة أنه توجد في مدينة المكلا 4 أنواع من المطاعم السياحية، منها مطاعم السلسلة المحلية، ومطاعم ذات الشخصية المستقلة بدون فروع، المطاعم التابعة للمنشآت السياحية، والمطاعم المتخصصة التي تقدم الوجبات للسائحين الزائرين لهذه المدينة، وتعد وجبة الصيادية، وجبة الدهرة، وجبة المقلقل وغيرها من هذه الوجبات ذات الطعم المحلي في محافظة حضرموت من أشهر الوجبات التي تقدم في هذه المطاعم. من هذه المطاعم تكون أو بتقديم الكثير من الوجبات الأخرى المفضلة في مناطق اليمن الأخرى وبعض البلدان العربية والأجنبية. أيضا من أهم النتائج توجد إمكانية كبيرة لاستخدام الترويج الفعالية خلال مهرجان البلدة السياحي في تنشيط قطاع المطاعم السياحية في مدينة الكلا عاصمة محافظة حضرموت، إذا توفرت الخطط والاستراتيجيات الفعالة والميزانية الكافية والكفاءات المتخصصة، وإذا تم استخدام جميع وسائل الترويج التقليدية والإلكترونية بكفاءة وفعالية، والقيام بكثير من الإجراءات لإعادة هندسة كثير من عمليات كل مطعم سياحي وغير ذلك. أيضا يمكن التطرق إلى أهم التوصيات التي توصف لها هذه المرحلة التحتية، لأنه هناك ضرورة لإعداد استراتيجية ترويجية فعالة ومبتكرة قادرة على تنشيط نشاط المطاعم السياحية في مدينة المكلا بشكل كبير من خلال هذا المهرجان ومهرجان البلدة السياحي، بالاستعانة بالفيديوهات والصور، كذلك الروبورتاجات وأرشيف التقارير والدراسات والمعلومات التي تتعلق بمهرجان البلدة السياحي الموجودة لدى الجهات الحكومية وإدارة المطاعم السياحية في هذه المدينة، كذلك من خلال إعداد برامج ترويجية جديدة جذابة تسهم في تنشيط قطاع المطاعم. أيضا ضرورة استخدام القائمين على السلطة المحلية وإدارة المطاعم السياحية خلال مهرجان البلدة السياحي استخدام وسائل الترويج التقليدية بكفاءة كالتلفزيون والصحف والمجلات والإذاعة والإعلانات الطليقة في الشوارع والإعلانات عبر الملصقات وغيرها، وذلك بتحديد أقل كلفة وواسعة الانتشار من أجل إنعاش قطاع المطاعم السياحية في مدينة المكلا، وكذلك استخدام الإذاعات وقنوات التلفزيون الحكومية وغيرها. أيضا من أهم التوصيات التي توصلنا لها من خلال هذه الورقة البحثية تصميم محتوى مميز قادر على نقل صورة جميلة للسائحين الداخليين والخارجين المستهدفين عن مدينة المكلا ومطاعمها السياحية، ذلك بالاستعانة بمصورين ومصممين محترفين قادرين على نقل صورة جميلة بشكل ينقل أهم المعالم التاريخية وأهم المطاعم الموجودة في هذه المدينة، وكذلك الاستعانة بخبراء في مجالات التسويق وعلم النفس والعلوم الثقافية وعلوم السياحة، على أن يشمل هذا المحتوى صور وفيديوهات للمطاعم السياحية في مدينة المكلا وما تقدمه من وجبات وعصائر ومأكولات مختلفة وربطها بثقافة وموروث سكان مدينة المكلا. أيضا تخصيص ميزانية كافية للترويج عن مهرجان البلدة بشكل عام، ومن ضمنها ميزانية للترويج عن قطاع المطاعم السياحية وبما يسهم في إنعاش قطاع المطاعم السياحية في مدينة المكلا، على أن تدرج هذه الميزانية سنويا ضمن الموازنة العامة للسلطة المحلية في المحافظة أو من خلال تمويل من قبل القطاع الخاص. هذه أبرز النقاط أو أبرز التوصيات التي توصلنا لها. أحب أن أشكر القائمين على هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.